مرحبا بكم عندي مرة أخرى. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا واحد تشكيلة شوية خفيفة اللي كيمكن لنا نستعملوها في النهار أو لا في الفطور إلا كنا معروضين أو لا للسهرة الليلية. المانكان ديالنا لابسه جليل با اون كريب كوتون ستيل شويش عملي باش نزيدوها واحد اللمسه شويش ابيي باش ما تكونش غير ديال كل نهار اللي يمكن لنا نخرجوا ونمشيو للعمل بها ولا كنا معروضين يمكننا نمشيو ديريكتومون للعرضه ديالنا ودايزه. درت لها زدت لها ضفت لها واحد التريزه في جهه الكتيف بحال اللي كتشوفوا درت لها واحد القليبه في جهه لا كابوش باش كتعطينا واحد لا توش ان بو ان بيتي بو ابيي بحال اللي كتشوفوا المانكان ديالنا عاود دابا لبسات اون كومبين مطروزه لان بحال اللي كتعرفوا بان الطرز دابا دارج بزاف على الموضه ماشي بالكثره ودو بلوز ان بلوس دونك لابسه اون كومبين اللي تيمكن لها تخرج بها كل نهار ولا كانت عندها عرضه كتضيف لها غير داك المضمه اللي حتى هي مطروزه باش كتزيد لها داك لو كوتي ان بو بلو شيك اي بلو ابيي. الوغ هنا المانكان ديالنا لابسه جليلبه توجور اون كريب دو كوتون تحت منها اون موسلين جورجيت امبريمي وعملنا لها واحد التريزه باش ان رابيل ديال الراندا خفيفه مبرده عمليه وفي نفس الوقت مشيكه يمكننا نمشيو ونفطروا بها عند العائله ولا عند الاصدقاء ديالنا. هاد البيسال اللي كتشوفوا معنا اولا اختاريت واحد اللوين اللي شويش ان بو بارتيكولي لان ماشي كلشي تيدخل عليه ولكن تيجي مزيون ملبوس سي ان روز فلويو اللي دارج بزاف على الموضه. هاد الجليلبه هادي درت لها واحد اللمسه ديال الراندا بيرلي من القدام وضفت لها دي بيتي شوشو بيرلي باش تشمر الكميمات باش تكون واحد اللمسه واحد لو كوتي بلوز ابيي بلو شيك باش تجي العراضه.